هزال هزال اطلعي لبرا. هزال هزال لك هزال اطلعي يلا اطلعي. زاكري هزال لك انت شو عم تعمل هون؟ شو جابك زاكري؟ فهمني شو عم تعمل هون؟ لك انت شو؟ ضميرك ما عم يعذبك ابدا؟ انا بهداك اليوم كرمال مين ضربته لوفا؟ قولي كرمال مين بهديك الليله؟ زاكري شو عم تخبص هلا؟ انت شو عم تقول؟ تعال لعندي لشوف. ما عم تقدر توقف حتى على رجليك، روح من هون يلا. مالي رايح وبدنا نحكي وما بروح على مكان قبل ما تحكي يلا. بلا سخافه زاكري، ليك عيلتي ما بتعرف باللي صار، لا تفضحني. ما بدي اياهم يسمعوك بترجاك يلا امشي. تمام حلو كثير، خليهم كلهم يسمعوا. هي لا لا هي اطلعوا لبرا. لك وقفي شوي استني، لو بتعرفوا هزال شو بدها تحكي لكم. خلص اطلعوا لبرا بترجاك زاكري بترجاك. اسكت. ما بدي اسكت هزال، وكنت فكري بهالشيء قبل ما تتخلصي من وفا بهذيك الليله. مالك مهرب، بدك تدفعي ثمن عمايلك ولا تطلعوا. اطلعوا لعندي اطلعوا ولك اطلعوا اطلعوا. مساء الخير يا شباب. خير؟ في مشكلة؟ كان في بس هلا بدنا نحلها خلص. مثل نور هزال اجوا اخواتنا الشرطة، تعي نحكي للشباب. رجع لورا رجع لورا. ما بيعرف شو عم يقول وانا ما بعرفه ابدا، كنت فايتة على البيت فجأة اجا وصار يضايقني. انت تعال معنا لنشوف. شو عم تقولي لك معلم؟ تركي دقيقة بس هزال، هي لك هي رفيقتي بالمدرسة، رفيقتي بالمدرسة. هزال 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 كيفك أحسن؟ ايه منيح ماشي حالي. زاكري طمني أمورك تمام؟ أوف إجا أستاذي أوندار كمان مشان تكمل الجمعة العائلية. ريحتك واصلة لهون، ليش هيك مكتر بالمشروب؟ يعني في ريحة بس ليكون بده يعاقبني. مو وقته هالحكي هلأ، أنت سبيني على السيارة وأنا لاحق. أوندار لا أنا اليوم بدي أبقى عند ماما، أنت بدك ترجع على البيت لحالك بابا. آخر الأسبوع بتروح عند أمك، طلع على السيارة ولا تكتر كلام. ليك بابا أنا أنت ما بدي بضل عند ماما مزبوط؟ يعني هاد حقي الطبيعي، وأنا بصراحة اليوم جاي على بالي إني أبقى عند ماما، وأنت ما فيك تاخذ هيك قرار عني. أنت عم تحكي عن أخذ القرارات يا ولد؟ بنص الليل جيت أخذك من المخفر مثل الزعران والحرمية. جيت أخذك من المخفر وأنت واقف على رجليك بالزور وعم تحكي لي عن أخذ القرارات؟ طلع على السيارة واستناني وما تخليني عصب. أوندار تمام تمام، تركه يبقى عندي اليوم من غير شي، ابني متضايق. يلا يا روحي أنت طلع على السيارة ولحقتك. طيب ماشي رح نحكي. يلا يا روحي تصبح على خير. شو صاير معه للبيك؟ لشو المخافر بهالوقت؟ هزال رايح على بيت البنت بالليل وقال للشرطة هزال بهديك الليلة ما كانت لحالة، وخليها تقول مين عم تحمي وعم يقلن انها عم تكذب ومعيط ومصرخ. فهمني شو قصة هزال أوندار؟ صارت مشكلة بالمدرسة وطبعا زاكري تأثر فيها، وهلأ بس تاخدينها مشوي بفيق ان شاء الله ما في شي ابدا. تمام وانت فيك تجي تعرف مو؟ بهيك وضع من الأحسن نحن الاثنين نكون جنبه لما تكبر المشكلة. ما في داعي أبدا نسرين، ابننا لا عمل حادث ولا انجرح، هو شربان مو أكتر ومزعوش، ومثل ما قلت لك بس فيه ما رح يكون في شيء. تمام فيك تدقي لي بس الله يوفقك إذا في شيء ضروري. روح لنشوف. أصلاً بدك تلف وتدور وترجع لعندي. روح أوندار. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.